بسم الله ما شاء الله، زغليل وبيض ما شاء الله، ربنا يبارك. طبعا دول لهم صاحب يعني يعتبروا متبعين بالكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. إزيكم محسنون، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع فيديو النهاردة، سؤال جاني في التعليقات بيقول إيه أكبر عدد ممكن تحضنه تحت قص واحد؟ هو بيسأل يعني أنت ممكن تحضن قد إيه عدد زغاليل تحت قص واحد. هو يمكن بيشوف فيديوهاتي، فأنا ساعات بيلاقي إن أنا حاطط 3 و4، فهو ده أفتكر إن هو سؤاله بناء على كده. لكن هقول له ان انا بعمل كده لما ببيع الحمام. لما ببيع حمام بكون مضطر ان انا انقل البيض بتاعه او الزغليل بتاعه، بدل ما ارميها خساره ان ارميها، فبضطر ان انا احطها 3 واحيانا 4 واحيانا 5 بيضات. بس اصبر عليا عشان ايه، الموضوع كبير شويه، فعشان ما حدش يقول لا يا عم انت بتقول اي كلام، ايه 4 وايه 5، هنشوف مع بعض ايه الطريقه. كل ده يرجع لك انت، ما يرجعش للحمام. قبل ما نبدا الفيديو ارجوك اعمل لايك للفيديو عشان يوصل لمعظم المشاهدين. زي ما انت شايف هنا اهو، انا محضن 3 تحت القص ده، 3 زغاليل اهم، دول كانوا بيض تحت القص ده، القص ده معاه بيض برضو فوق اهو في الرف الفوقاني. بسم الله ما شاء الله، يمكن البيض بقاله 10 ايام ولا حاجه، قبل الفأس كده بكام يوم، بخمس ايام، يعني كمان 3 ايام كده نفطم الزغاليل دي لان هي لسه صغيره. زي ما قلت لك انت ممكن تحضن 3 و4، لكن ده له شروط. اهم شرط في الشروط دي انت متابعتك انت، اهم شيء انت ما تحطش البيض كده وخلاص تقول ان هم هيبقوا زغاليل، لا، الموضوع بيحتاج شغل كتير. مش هحط الثلاث بيضات واربع بيضات وخمس بيضات واسيبهم، هقول لك برضو انا بعمل ازاي. يعني انت اهم في الموضوع ده من الحمام اللي هو نفسه هيقدر يحضن 3 و4. الحمام مش هيقدر يحضن 3 و4 لوحده لو سيبته لوحده، انت العامل الاساسي في الموضوع ده. لو انتوا حضراتكم فاكرين القص الزاجل ده، مش بيض وده زاجل، مش لاحم على فكرة، الناس اللي مش عارفة الفرق ده، حطيت له 3 أو 4 بيضات مش فاكر بالظبط، اهو ما شاء الله ده ما بيضش خالص، ده مش بيضه. حطيت البيضة البلاستيك بالشكل ده، تاني يوم لقيت البيضة البلاستيك سخنت خلاص، القص سخنها، فلما القص سخنها عرفت ان هو ممكن يسخن البيض، فانا كنت هسلم حمام من اللي هو اللحم ده وهشيل بيضه، فمش عارف احضنه فين، فعملت كده، فروحت شايل البيضه البلاستيك وحطت لها 4 بيضات. بس اهم شيء في الموضوع ان يكون المكان ده الفرشه غويطه كده عشان ما يجروش منها ويروحوا ويجوا، تمام كده. تتاكد من الحكايه دي ان هي جايبه الخمس بيضات تحتها، ده شيء. قبل بقى ما بيفقسهم بفضل متابعهم. طبعا انت بتحط 4 أو 5 ممكن يطلع فيهم بيض فارغ، ممكن يطلع بيضة ولا حاجة، فبقوا 5 بقوا 4 بقوا 3 وهكذا. لكن تتابعهم بعد ما بتفرز البيض، بتشيل البيضة الزيادة طبعا عشان يكون أفضل. مثلا نقول ايه بعد اسبوع، وقبل الفأس بتتابع وتشوف مين اللي فقس اول، ممكن 2 يفقسهم واحدة لا، يعني دول مثلا فقسهم مع بعض طلع فيهم واحد صغير تالت او رابع، بروح نقله تحت حمام تاني. هوري لك برضو دلوقتي، دول الثلاث زغاليل دول مش بتوعها طبعا، دي حمامه زاجل، لا ده هنا مطلعه الزغلولين اللي هم الزاجل دول، طبعا معروف من منقارهم الاسود ده ان هم زاجل، لكن المنقار الابيض ده اللحم، ده فائس مع دول، كانوا كده دول اللي كانوا معاها، لكن انا اما لقيته مثلا فائس قبلهم كبر شويه، فبدات ان انا ابدل. شوف ازاي، طبعا كده برضو هبدل، هقول لك واري لك برضو حاجه تانية ننقل تحتها. ده اللي انت اهم شيء عندي الاسبوع الاول. الاسبوع الاول ده اللي بيبقى خطر على الزغاليل. انا كل ده اللي انا بقول لك عليه من غير ما استخدم التاكيل اليدوي. التاكيل اليدوي اخر حل انت هتعمله، لو ما فيش اي حاجه خالص هتاكل يدوي. انا عملته قبل كده ببيضه فارغه، فانت ممكن تعمله ببيضه فارغه، ببيضه فراخ من اللي احنا بناكله، اي حاجه زي كده يعني، او بالميكس يعني، في انواع ميكس رخيصه وفي انواع غاليه، بس طبعا الغاليه مش هتسبب مشاكل. معايا برضو هنا القص اللحم ده، تقريبا زغاليل في نفس الاعمار من اللي انا اهو، ممكن ابدل معاهم، ممكن اضيف لي دول كمان واحد، الكبير اللي هناك احطه هنا يبقى تالت، فده اللي انا هعمله دلوقتي، هجيب لي دول واحد من اللي هناك كبير، هاخد الواحد ده اللي هو اللي مع البيضه ده الكبير ده عشان نأتي فرصة للصغيرين، ده يعتبر أكبر واحد فيهم، هنحطه هنا
دول ما شاء الله مأكلين الاتنين كويس، فان شاء الله هيأكلهم التالت. وبرضه بالمتابعة، مش هتحطهم وتسيبهم، هتفضل تتابعهم اسبوع او 10 ايام. كل ما تتابع اكتر كل ما ربنا هيكرمك وتاخد زغليل اكتر وافضل باذن الله. كل ما عليك ان انت هتشوف الضعيف فين، تنقله مع الضعيف، والكبير هتنقله مع الكبير، كده بتحضن 3 و4. وما تنساش برضو ان فيه نسبة فاقد، يعني اللي يقول لك حطيت 4 بيضات ممكن واحدة ما تطلعش، ممكن هتلاقي المشاكل اتحلت بس انت تابع. هنا برضو في حاجة تقريبا فاقسة معهم في نفس الوقت، هتديها تريحني كتير الحكاية دي. لو ما شاء الله اكبر شوية، شرس جدا، ده شرس شرس. دول يعني كبروا شوية ما شاء الله، هنخليهم زي ما هم. الأصل اللحم ده أنا من كتر ما بدلت بقى تحته زغليل زاجل، شايف المنظر؟ بقى تحته زغليل زاجل، لأن أنا مش ملتزم ببيض معين، أنا ملتزم اللي يهمني يكونوا زغلولين بحجم بعض، أو بطين هيفقسهم مع بعض، أو 3 أو 4 مش مشكلة. دلوقتي في العمر ده أقدر أخليهم 3 أو أخليهم 4 وأثبتهم. ليه بقى؟ بس المهم يكونوا في نفس الحجم. فانا معايا زغلول فرداني تاني هجيبه احطه مع دول. دول هنا معهم زغلول برضو زاجل في نفس العمر، ده قص لاحم. ده طبعا لان اتحكمت فيه التبديل، ما كانش في حجمه، لكن هو دلوقتي اصبح حجمه مناسب. اخد الزغلول ده اخليه تالت مع اللي فوق. اهو يبقوا ان شاء الله يبقوا 3. ان شاء الله ياكلوهم ويبقوا تمام. في نفس الوقت هنعطي فرصه للقص الثاني ان هو يحصلنا حصويتين. وبرضه هتابعه زي ما قلت لك، اهم حاجه المتابعه المتابعه المتابعه. شوف هنا ده معاه 3 زغاليل دلوقتي، هو كبير، الزغاليل كبيره. هل لو انا خليتهم في العمر ده 4 أو 5 أو 6 عادي هيعيشهم وهيعتمدوا على نفسهم، هيتعلموا الاكل في وسط الزغاليل. بس المهم ان الاهالي ما تضربهمش. لو انا حطيتهم قبل كده، على فكرة انا كنت حاطط هنا جنبهم هنا في المكان ده، المكان ده وصلت العدد فيه ل6 زغاليل، بس كانوا عمرهم كبير. ما تجيش تحط لي 4 زغاليل وهم صغيرين لسه لبة وتقول لي الاهالي هياكلوهم. لا، مش هيشوفوهم، هياكلوا 2 ويدوسهم على الباقي يموتوهم، مش هيشوفوهم. هي دي الفكرة، ان انت ما تحطهمش وهم لبة تحت الزغاليل، وهم كبار الاهالي هيشوفوهم والزغلول هينده على الاهالي ياكلوه. يعني بعد اسبوع، بعد 10 ايام حط عدد زي ما انت عايز. ودلوقتي هسيب لك صور من قناة تايلاندية او قناة فيتنامية بتحضن البيض في فقاسة البيض. هتشوف الصور دلوقتي بيفقسهم الزغاليل في فقاسة بيض. بعد ما بيفقسوها بيأكلوها يدوي، بيحطها في صاج كبير كده ويحط زي ما هتشوف الصورة دلوقتي عدد كبير فائس من الزغاليل ياخده. بس المكان متدفي كويس جدا زي ترفيهة الاهالي، بدرجة حرارة معينة ظابطها هو، في دفايات في المكان، بياخد يأكل يدوي كام يوم. بعد كام يوم زي ما بقول لك كده، الاسبوع الاول هو اللي خطير، بعد كام يوم بياخد الزغاليل يحط 4 تحت الاهالي اللحم. هو طبعا هم مربين لحم سيلفر، افتكر القناة دي تايلاندية او فيتنامية، عندهم الحمام كله باللون اللي هو ده. طبعا ده زاجل، هو عنده اللحم اللي هو السيلفر ده كله، لان هم بيشتغلوا اسمه الانتاج المكثف. نتمنى ان احنا نوصل لكده. فطبعا الناس اللي بتهاجمني انا هسيب لهم لينك بتاع الفيديو ده او فيديو من القناه دي في الوصف بتاع الفيديو ان شاء الله. اللي عايز، اللي مش مصدقني، يشوف ترى هم بيعملوا ايه. بياكلوا يدوي الكام يوم الاولانيين، بعد كده بيحطهم للاهالي 4، بيحط 4 زغاليل في الطاجن كده للاهالي، الاهالي بيتاكلوا فورا. طبعا هم لهم طريقه ولهم الميكس بتاعهم، فكنت اتمنى ان انا ازور البلد دي اشوف الميكس بتاعهم ده عباره عن ايه، عشان احنا محتاجين ان احنا نطبق الطرق دي، نزود من الانتاج. يعني بكده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.